آن الأوان لنقول لإيران كفى، كفى لإيران. هذا ليس الكلام، هذا ليس لمسؤولي إدارة الرئيس ترامب، بل لوزير خارجية فرنسا المتمسكة بإحياء الاتفاق النووي. هذا الموقف الفرنسي يأتي فيما يبدو أن وقود اليورانيوم التي تنتجه إيران قد أحرق صبر الأوروبيين. لودريان قال إن إيران تمضي في تسريع عسكرة برنامجها النووي، وهذه هي كلماته: أقولها بوضوح، إيران في طور اكتساب قدرات نووية عسكرية. لودريان يقول إن الحل لذلك هو بالعودة فورا إلى الاتفاق النووي، مع ضرورة فتح المفاوضات القاسية حول دور إيران المزعزع. وفي هذا السياق كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصادر لم تسمها أن وفدا من فريق بايدن قد بدأ بالفعل وبشكل سري بمفاوضات مع الإيرانيين.